يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأطفال الصغار إذا ضربه أحد بكى ونادى بصوت عال يمه أو يبه، هل هذا من الاستغاثة المنهي عنها؟ وهل هذا ما هم مكلف، هذا طفل ما هم مكلف، لكن هو ما يعرف إلا أبوه وأمه يفكونه وينصرونه لأنه يعرفهم هم، وهم طفل ما هم مكلف ولا يؤاخذ على هذا. نعم.